السلام عليكم خمسة ستة هبتة حوارات موضوعات مفتوحة في كل حتة الوان كتير من العلاقات بتلغوصين جوا البلدة بقول لك ايه هو انت سمعت محاضرة هبتة ولا انت لسه نونة بزازة ولابس البافتة ايه ده يا جماعة سامع الإزاعة كلام كتير من بطل نفسي كان دي يكون إشاعة اعمل مجنون وقف على الصورة اعمل باي باي هتلاقي البنت على السطح الفستان هتقول لك هاي اسمه يوسف عنده اكتئاب طفيف مثقف لو وي حساس حزين يمكن كفيف انا مش شايف مكاني هو انت بجد 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 واسمي بطل مالك مش مكبر حد وداخل فينا شمال مش عاجبك الحال اسمع كلامي اللي هيتقال قولي لي طب انا موجود ولا انت ناسية مش شبه البرقوقة اصلا شبه القراصية بامباب اسجل بامباب اسجل تجل تجل بامباب اسجل بامباب يا مام اللي دي لو بامباب اسجل بامباب اسجل تجل تجل بامباب كريم ودينا انت هتتريق علينا؟ تتريق ليه؟ كابل لذيذ وهادي ايه الحلاوة دي؟ بحبه من تلتعدي ايه الشقاوة دي؟ والموضوع ممشيش وعادي ايه الرسالة دي؟ انا مش هتريق عليكو على فكرة انتو تمام في ناس مريبة تستاهل الكلام هو اسمه ايه؟ الفنان كان اسمه ايه؟ اسمه رامي دخل داخلت حرامي شكله كذب بكلامي بس لسه واقف قدامي انه الفنان الملطخ بالالوان الساحر الدجال قدامه المستخبي بان ايه يا عم انت ماله فيلم هتة تتريق عليا وداخل عامل فيها جتة زادت الاقوى نتفق نعمل دين ما تتكلمش تاني وانا رسمك على المنديل هلا هلا مالك بالناس دولة راكبك الوزة وقال لك يلا بينا نلعب بولا كان بيهيس بالليل ومسك موبايله على الواتساب البيت روحت انتي فتح الباب وقلعتي الحجاب وقبل خاطري اتساب رجع سنجل للشباب حسب بالنفسنا انا شم ريحة الشمتنة تعالى هنا الكلام بين انت وانا